الطلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد احنا في المدرسة طلاب نتعلم ويا الأصحاب نفتح للمستقبل باب نحيي في الوطن التجديد أتعلم أنا أتعلم حتى أفيد وأستفيد وأعرف لما أتكلم إنه كلامي صح ومفيد ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا ليلى لا ليلى لا ليلى لا لا قم وحيدا كابد الليل الطويل قم وصلي للجليل قم فقد حان الرحيل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي فرض الصلاة عماد الدين والطاعات وشرع النوافل زيادة في الأجر والحسنات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده قيوم الأرض والسماوات، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله خير من تقرب وعبد وركع لله وسجد، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى أمد، ثم أما بعد. معكم محمد بن عبد الجواد الشاهين، المعلم بابتدائية ابن خلدون بحي الياسمين في مدينة الرياض. سأكون معكم اليوم بإذن الله تعالى لأشرح الدرس الأول من الوحدة العاشرة من مادة الفقه للصف الخامس، فأقول مستعينا بالله معتمدا عليه متوجها إليه. درسنا اليوم يتحدث عن صلاة التطوع. في بادئ الأمر لا بد أن نتساءل، ما المقصود بصلاة التطوع؟ ما المراد بصلاة التطوع؟ وحتى نفهم ونعرف صلاة التطوع لا بد أن نعرف التطوع أولا. التطوع في الأصل هو فعل طاعة غير واجبة، أي أن الإنسان المسلم يقوم بأداء عبادة من العبادات مخلصا لله تعالى، وهذه العبادة ليست واجبة عليه، إنما يفعلها تقربا لله تعالى ليزيد من حسناته ويرفع من درجاته ويكفر عنه سيئاته. هذا هو التطوع في العموم. إذن المقصود بصلاة التطوع هي كل صلاة شرعها الله سبحانه وتعالى غير الصلوات الخمس. الصلوات الخمس هي صلوات واجبة مفروضة على المسلم البالغ العاقل، ولذلك هو ملزم بأدائها وصلاتها، ليس متطوعا بفعلها، إنما هو ملزم يجب عليه أن يؤديها وأن يصليها. أما باقي الصلوات التي شرعها الله سبحانه وتعالى مثل صلاة الضحى، مثل صلاة الوتر، مثل قيام الليل، مثل السنن الرواتب، مثل تحية المسجد لمن دخل المسجد، هذه الصلوات هي صلوات مشروعة لكنها ليست واجبة، ولذلك تسمى بصلاة التطوع. وقد جاء عن تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة من عمله صلاته، فإن صلحت فقد أفلح وأنجح. يعني أن الله سبحانه وتعالى
إذا أراد أن يحاسب العبد يوم القيامة فأول شيء يحاسبه عليه هو صلاته المفروضة، فإن كانت صلاته صحيحة صالحة مقبولة فإن الله سبحانه وتعالى ينجيه ويدخله الجنة، وإن فسدت فقد خاب وخسر. فإن انتقص من فريضته شيء قال الله عز وجل: انظروا هل تجدون لعبدي من تطوع فتكملون بها فريضته، أي إن الله سبحانه وتعالى برحمته وفضله ومنه وكرمه يقول للملائكة: هل كان هذا، وهو أعلم منهم سبحانه وتعالى لكنه يسألهم ليقيم الحجة على عبده، يقول: هل كان عبدي هذا يؤدي صلوات ليست مفروضة عليه، يصلي صلوات تطوعا لله سبحانه وتعالى حتى نكمل النقص الموجود في صلاة الفريضة؟ فإن وجدوا له صلاة تطوع فإنهم يكملون النقص الواقع في صلاة الفريضة فيفلح وينجو. وهنا تكمن أهمية صلاة التطوع، لأن صلاة التطوع من فضلها وأهميتها أنها تكمل النقص الذي يحصل في صلاة الفريضة مثل السهو وعدم الخشوع والسرحان والهواجس التي يقع فيها المسلم في صلاته. وأيضا من فضلها وفائدتها أن الله سبحانه وتعالى يحب عبده الذي يتقرب إليه بصلاة التطوع، فقد جاء في الحديث القدسي أن الله يقول: وما يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش بها وعينه ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. إذا أحب الله عبدا فإنه يوفقه إلى كل خير ويحفظه ويحميه من كل سوء ويكون مجابا للدعوة إذا كان يحبه، وصلاة التطوع سبب لمحبة الله سبحانه وتعالى. وهذا يقودنا إلى سؤال: ما هي أنواع صلاة التطوع؟ لصلاة التطوع أنواع كثيرة، لكن من أهمها وأفضلها السنن الرواتب وصلاة الوتر. ولذلك في هذا الدرس بإذن الله تعالى سندرس ما يتعلق بالسنن الرواتب وبصلاة الوتر. السنن الرواتب هي صلوات التطوع المقرونة بالفريضة، وهي 12 ركعة تفعل مع الصلوات المفروضة. ركز معي لنحسبها ونعدها: ركعتان قبل صلاة الفجر، وأربع ركعات قبل صلاة الظهر، هذه 6، وركعتان بعد صلاة الظهر،
هذه ثمانية، وركعتان بعد صلاة المغرب هذه عشرة، وركعتان بعد صلاة العشاء إذن مجموعها 12 ركعة في اليوم والليلة. ما الدليل على هذه السنن الرواتب؟ تذكرون قلنا نحن المسلمين لابد لنا من دليل في كل شيء نفعله ونقوله. الدليل حديث أم حبيبة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى في يوم وليلة 12 ركعة بني له بيت في الجنة. أربعا قبل الظهر وركعتين بعدها وركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء وركعتين قبل صلاة الفجر. وأعظم هذه السنن الرواتب وأهمها وآكدها وأفضلها هو الركعتان اللتان قبل صلاة الفجر، فقد جاء عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. تأمل معي حفظك الله، ركعتان فقط يصليهما الإنسان تطوعا لله سبحانه وتعالى، هاتان الركعتان أفضل من الدنيا وما فيها. ولذلك لابد للإنسان المسلم العاقل النبيه اللبيب أن يحافظ على هاتين الركعتين وأن يحافظ على السنن الرواتب التي من حافظ عليها بنى الله له بيتا في الجنة. افتح معي حفظك الله الصفحة 59 من كتابك وأحضر قلما معك. يقول اقرأ الحديث السابق واستخرج منه السنن الرواتب واكتبها في موضعها. لنبدأ بصلاة الفجر. تقول أم حبيبة رضي الله عنها وركعتين قبل الفجر، إذن قبل صلاة الفجر ركعتان ولا يوجد بعدها شيء. طيب لنبحث قبل صلاة الظهر كم ركعة؟ أحسنت، أربع ركعات قبل صلاة الظهر وبعدها ركعتان، بوكتم. طيب هل ورد شيء قبل صلاة العصر أو بعدها؟ لم يرد، إذن صلاة العصر ليست لها سنة راتبة. ثم بعد ذلك لنبحث هل ورد قبل صلاة المغرب شيء؟ لم يرد، إذن ليس هناك. بعد صلاة المغرب؟ نعم، وركعتان بعد صلاة المغرب. كذلك العشاء، هل ورد قبلها شيء؟ لم يرد، وبعدها؟ أحسنتم، ركعتان. إذن من بين هذه الصلوات الخمس ما الصلاة التي ليس لها سنة راتبة؟ يعني ليس قبلها ولا بعدها سنة راتبة؟ أحسنتم، صلاة العصر. ما جزاء من حافظ على أداء السنن الرواتب؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم ها إلا بنى الله له بيتا في الجنة. إذن الجزاء أن الله يبني للمحافظ عليها
بيتا في الجنة. سجل هذا في كتابك حتى لا تنساه حفظك الله. لكن نريد أن نسأل سؤالا، ما هو الفرق بين السنن الرواتب وبين بقية النوافل؟ نقول إن السنن الرواتب هي التي تصلى مقرونة بصلاة الفريضة، يعني لابد أن نصليها مع صلاة الفريضة، سواء كنا نصليها قبل صلاة الفريضة أو بعدها لا إشكال، لكن لابد أن نصليها مع صلاة الفريضة. أما باقي النوافل فهي التي تصلى في أي وقت يريده الإنسان إلا في أوقات النهي، وسندرس أوقات النهي في الدرس القادم بإذن الله سبحانه وتعالى. طيب، عندنا نشاط آخر يقول صلى محمد ركعتين بعد صلاة الظهر، هذه الصلاة تعد من السنن الرواتب أم من النوافل المطلقة؟ أحسنت، هي من السنن الرواتب. لماذا؟ لأنها صليت مع صلاة مفروضة وهي صلاة الظهر. بهذا نكون قد أنهينا ما نريد دراسته في السنن الرواتب. بقي لنا صلاة الوتر. صلاة الوتر، ما هي صلاة الوتر؟ صلاة الوتر هي الصلاة التي تؤدى بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، يعني قبل طلوع الفجر ينتهي وقت صلاة الوتر. ولا بد أن تكون صلاة الوتر عددا فرديا، يعني ركعة أو ثلاث ركعات أو خمس ركعات أو سبع ركعات وهكذا. الصلاة التي تصلى بعد أداء صلاة العشاء وقبل أذان صلاة الفجر وهي فردية تسمى بصلاة الوتر. ولذلك أقل صلاة الوتر ركعة واحدة، وأكثرها 11 ركعة، وأقل الكمال يعني أدنى الكمال 3 ركعات. ما الدليل على هذه الصلاة؟ الدليل حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال أوصاني خليلي بثلاث، يقول أبو هريرة لا أدعهن حتى أموت، يعني سأواظب على هذه الأشياء الثلاث حتى أموت. الأول صوم 3 أيام من كل شهر، الثاني وصلاة الضحى، الثالث وأن أوتر قبل أن أنام، وأن أوتر قبل أن أنام. النبي صلى الله عليه وسلم أوصى أبا هريرة بهذه الأشياء الثلاثة ليحافظ عليها. وأيضا يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله وتر يحب الوتر فأوتروا يا أهل القرآن، يعني إن الله سبحانه وتعالى واحد ليس كمثله شيء ويحب الوتر، ولذلك نحن نفعل ما يحب الله سبحانه وتعالى فنصلي صلاة الوتر. ووقتها، ما وقت صلاة الوتر؟ متى نصليها؟ نعم أحسنت، قلنا إن وقتها من بعد صلاة العشاء إلى طلوع الفجر، والدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم
إن الله أمدكم بصلاة هي خير لكم من حمى النعم. يعني صلاة الوتر أفضل من أفضل الأموال التي في الدنيا. قال الصحابة: ما هي يا رسول الله؟ قال: الوتر ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. ما بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر. إذن كيف نصلي صلاة الوتر؟ ما صفة صلاة الوتر؟ كيف نصليها؟ نقول: أولا تصلي قيام الليل، فتصلي ركعتين وتسلم، ثم تصلي ركعتين وتسلم، وهكذا. ثم إذا أردت أن تنهي صلاتك فتختم بركعة واحدة، تصلي ركعة واحدة فقط ثم تسلم. والأفضل والأحسن أن تقرأ في هذه الركعة بسورة الإخلاص: قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد. وأيضا يمكن أن تصلي ركعة واحدة فقط بعد صلاة العشاء، تصلي ركعة واحدة فقط، وقلنا هذا أقل شيء في الوتر. لكن الكمال أن تصلي 11 ركعة كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم، وأقل شيء في الكمال أن تصلي 3 ركعات. وإذا رفعت من الركوع في الركعة الأخيرة من صلاة الوتر يشرع لك أن تدعو الله سبحانه وتعالى، وهذا هو دعاء القنوت. تدعو الله سبحانه وتعالى بما تريد، بما تشاء، بأي لغة تستطيع أن تدعو الله بها فادعو سبحانه وتعالى، يستجيب لك. لكن الأفضل أن تدعو بالدعاء الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم اهدني في من هديت، وعافني في من عافيت، وتولني في من توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وقني شر ما قضيت، إنك تقضي ولا يقضى عليك، وإنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت، تباركت ربنا وتعاليت. ينبغي على المسلم أن يحفظ هذا الدعاء وأن يحرص عليه، لأن فيه معاني الخير، وفيه دعاء الله سبحانه وتعالى بما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. طيب حسنا، ستقول لي: ما فائدة هذه الصلوات؟ أصلي صلاة العشاء، ثم بعدها أصلي السنة الراتبة، ثم بعدها أصلي قيام الليل وأصلي الوتر، ما الفائدة من هذا؟ ركز معي حفظك الله. السبب الأول أنها من أسباب محبة الله للعبد وتوفيقه في الدنيا والآخرة. يقول الله: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: أهل القرآن الذين يصلون الوتر هم أهل الله وخاصته. السبب الثاني أنها سبب للقرب من الله عز وجل، الله يقرب عبده بفعل النوافل. السبب الثالث أنها موطن إجابة الدعاء، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول:
أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثروا فيه من الدعاء. إذن الصلاة والسجود هو أقرب شيء يقرب العبد إلى ربه سبحانه وتعالى. ولذلك إذا كنت قريبا من الله أكثر من سؤاله، أكثر من دعائه، أكثر من استغفاره، يتقبل الله منك بفضله وكرمه ومنه. طيب، الشيطان يحارب الإنسان، يتعب الإنسان حتى لا يصلي هذه الصلوات، لكن هناك أسباب تعين الإنسان على فعل هذه الصلوات وعلى الانتصار على الشيطان. ما هذه الأسباب؟ السبب الأول أن المحافظة على الصلوات المفروضة تعين المسلم على صلاة التطوع، لأن الله يوفقه إلى صلاة التطوع إذا كان يحافظ على الصلوات المفروضة. السبب الثاني الذي يعين الإنسان على ذلك هو الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي كان يحرص على صلوات التطوع. فالنبي صلى الله عليه وسلم كما قالت عائشة يقوم من الليل حتى تفطرت قدماه، أي تشققت قدماه من طول القيام صلى الله عليه وسلم، لم يدع صلاة الوتر في سفر ولا في حضر. السبب الثالث، إذا عرفت أن الأجر العظيم الذي يكتبه الله سبحانه وتعالى لمن صلى صلاة التطوع سوف تحرص عليها. السبب الرابع أن النوافل تجبر النقص الذي يحصل في الفريضة، فحتى تنجو من العذاب لابد أن تحرص على صلاة التطوع وعلى النوافل لتكمل النقص إذا حصل. ولذلك ينبغي علينا حفظك الله أن نحرص على السنن الرواتب حتى يبني الله لنا بيتا في الجنة، وأن نحرص على صلاة الوتر حتى يحبنا الله سبحانه وتعالى، وأن نصلي الضحى، وأن نصلي قيام الليل، وأن نصلي تحية المسجد، نكثر من الصلاة حتى نكون من المقربين من رب العالمين سبحانه وتعالى. بهذا ينتهي درسنا لهذا اليوم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.